أهلا بيكم في مجلة الحياة. الفنانة سماح أنور هي واحدة من أهم نجمات جيل التسعينات في مصر. كبرت في عائلة فنية، والدها هو الكاتب الكبير أنور عبد الله، ووالدتها الفنانة سعاد حسين. كان طريقها للنجومية مبسط وسريع بسبب عائلتها، وقدرت تتميز في كل أعمالها بسبب انتقائها لأدوارها على أكمل وجه. لكن حياتها في لحظة اتقلبت رأسا على عقب واختفت عن الأنظار. هنستعرض معاكم في فيديو النهاردة حكايات عن الفنانة سماح أنور وسبب اختفائها المفاجئ وسر زواجها من سمير صبري. تابعونا. يوم 22 إبريل سنة 1965 اتولدت الفنانة سماح أنور واتخرجت من كلية الأداب قسم لغة فرنسية من جامعة القاهرة. كانت بدايتها الأولى خلال مسرحية قانون الحب وهي من تأليف والدها، واشتهرت في السينما بأدوار الأكشن، وكان من أشهر أفلامها فيلم حال التلبس وبنت مشاغبة جدا، وحققت نجاح كبير بعد مشاركتها في مسلسل ذئاب الجبل. لكن بعد المسلسل اختفت سماح عن الشاشة لسنوات طويلة بسبب حادث سيارة أليم، وقالت عن تفاصيل الحادث إنها دفعت ثمن أخطائها وطيش الشباب، وفضلت 11 سنة قاعدة على كرسي متحرك، وقامت ب 42 جراحة تجميلية بتخدير كامل، وفي كل عملية عملتها كانت مهددة ببتر أحد أطرافها. وأضافت إنها بتكره المستشفيات بعد ما قضت فيها حوالي 16 سنة متواصلة بداية من سنة 1998، ونفت الشائعة اللي قالت إن الحادثة كانت بسبب تعاطيها للمخدر وإنها كانت بتتاجر في المخدرات. وبعد غياب طويل رجعت مرة تانية للأضواء من خلال برنامج تجربتي سنة 2002، وبعده شاركت في مجموعة من المسلسلات منها أزهار ونيس وأيامه ونظرية الجوافة. وانتقالاً لحياتها الخاصة، تزوجت سماح أنور مرة واحدة في حياتها من الطيار عاطف فوزي، لكن زواجهم كان في السر وما كانش حد يعرف غير المقربين ومنهم سمير صبري، وكانت رافضة إنها تعلن عن زواجها لأن أهلها كانوا رافضينه لأنها فنانة والأضواء عليها، وكانوا منتظرين زوج بمواصفات أخرى. وبعد سنة من زواجهم أنجبت ابنها أدهم، ولكن قالت وقتها إنه مش ابنها الحقيقي وإنها متبنية، وهو عمره حالياً 24 سنة وانتهى مؤخراً من دراسة البزنس وبيسعى إنه يكون موديل إعلانات. وبعد فترة انفصلت سماح عن زوجها بسبب الخيانة، وصرحت إن الخيانة كان سببها البعد لأنه بحكم شغله كان بيسافر كتير، فاكتشفت إنه بيجي مصر بدون علمها لحد ما اكتشفت خيانته فقررت الانفصال. وأكدت إن إخفاء زواجها كان غلطة، وبعد سنة واحدة من الانفصال توفى زوجها في حادث سقوط طيارة. أما عن علاقتها بسمير صبري، فقال سمير في أحد البرامج إنه اشترى دبلتين وكتب اسمه واسم سماح على الدبل، وقرر إنه يحتفظ بيهم معاه لأنه تراجع عن الزواج منها بسبب السن، وأضاف إنها ما تعرفش. لكن بعدها صرحت سماح بأن الفنان سمير صبري طلب الزواج منها، لكنها رفضت لأنها بتحبه كأخ ليها وهو أقرب الناس إليها، ومش متخيلة تصحى يوم ما تلاقيش سمير صبري في حياتها. وأكدت إنها اتضايقت جدا من سمير لما قال إنه تراجع عن الزواج بسبب فارق السن. وعن سبب خلافها مع المخرجة كاملة أبو زكري، كان بسبب فيلم يوم للستات، فصورت سماح أنور المشاهد الأولى من الفيلم بعد ما قصت شعرها، وبعدها توقف التصوير لفترة، ولما رجعوا يصوروا تاني كان شعرها طول ورفضت إنها تقصه، وصورت باقي الفيلم بالباروكة، لكن الباروكة في المونتاج ظهرت بشكل سيء جدا فتم حذف مشاهدها من الفيلم، فغضبت جدا سماح أنور بسبب حذف مشاهدها.